أول شيء لتكسب أي تحدي لازم تبين للطرف الثاني إنه ما أنك خايف، وهذا بيبين من نظرتك وطريقتك بالحكي والسلام. صحيح إنه الأستاذ راح يكون فخور لما طالبه يتفوق عليه، صحيح كمان إنه الأستاذ ما بيتقبل تحدي تلميذه وله دائما برحابة صدر. طريقة السلام، نظراتك تجاه خصم، اختيار لونك، كلها لها تأثير بمجرى اللعبة. مثلا نظرة الأستاذ بتقول فرجينا شو عندك، نظرة تلميذه بتقول بحترمك بس ما رح تفوز اليوم. بتبلش حركاتك بالبداية بهدوء قبل ما تحتدم المنافسة. مع التحركات اللي بيعملها الطرف الثاني وبيبلش الصفن، والتوتر. الحلو بهاللعبة انه لما بيقوم استاذك بحركة ذكية فينه ببساطة يلعب لحاله اي لعبة، بينما انت بتكون عم تفكر كيف ترد له اياها وعم تعصر راسك لتفكر بحل، وبهالوقت بيكون عم يلعب مع حاله ويربح. طبعا كيف ترد له اياها؟ لما تكتشف الحركة المناسبة وتتركه يفكر ويفكر، وانت قدامه عم تعمل اي شيء لتستفزه، مثل انه يخطر لك بهيك وقت تكتشف قوانين الحركة والوزن قدامه. ولا تفكر تستهين بقدرات استاذك، لانه بحركة واحدة فيني يخليك ترجع تعصر مخك بينما يكون عم يرتب معركة وهمية عرقة تانية هو عم يشمت فيك. بس انت كمان مالك سهل، واحيانا لترجع تخليه يصفن بالرقعة ساعة ليلاقي حل جديد. ما بيتطلب منك غير حركة على الماشي لتخليه يكرهك اكتر. بالاخير الشطرنج لعبة ذكاء وصبر، ممكن حركة تربحك وحركة تخسرك. لهيك لازم يكون تركيزك دائما بأعلى مستوى لتربح خصمك وأحيانا استاذك.